بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. الأهلي بين الإمتاع والإقناع. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في ملك وكتابة وحلقة الخميس. الأهلي يقدم الإمتاع والإقناع ويبقى الكثير من فرص التحسن يا باشمهندس. طبعا احنا بنتكلم على مؤشرات بدايات، مش بنتكلم ان هو ده وصلنا للي احنا عايزينه. أيوة. او ان الناس وانا عايز الناس تهدى شويه، ومش ضروري التقييم المتلاحق ده اللي ورا بعضه، وهنقول الكلام ده في سياق الحلقه. هنشوف في سياق الحلقه كثير من الموضوعات المهمه، لكن هناك اربع عناوين رئيسيه، والان كلام لابد منه: الكره الجميله وزياده في الانتاج، الاهلي الغالي على مصر الأغلى، وأخيرا التوربين الأحمر من أرض السلام إلى أرض الحضارات. مضمون كتير مهم، لكنه والآن كلام لابد منه. في أي اتجاه ده؟ في ده في ده في كذا موضوع الحقيقة الأسبوع ده والأيام الماضية، يعني كل كلمة أستاذ إبراهيم دلوقتي أصبحت بخطة ممنهجة قابلة للتحوير وأخذها في اتجاه لخلق نوع من التوازن في المواقف المتباينة جدا. أن يقول لك الأهلي والزمالك كفاية تراشق. تراشق إيه؟ فين التراشق ده؟ يعني أنا قاعد بتضرب بأرجم بالسب والقصف والاتهامات الباطلة، ها؟ المغلفة بمصلحة البلد ومصلحة، كلام متناقض. وفي نفس الوقت احنا اللي بنراعي حقيقة مصلحة البلد، احنا اللي بنتحمل، واحنا اللي بنسكت، واحنا اللي بنلجأ للأجهزة المعنية، واحنا اللي بهدوء جدا بنطالب الناس كلها بالسلوك القوي. بلدنا في لحظة أستاذ إبراهيم لا تحتمل كل هذه المهاترات. بلدنا اللي بيحب بلده بجد يحافظ عليها، اللي بيحب بلده بجد يدافع عنها الدفاع الحقيقي، مش الدفاع اللي هو بالبق. الدفاع الحقيقي انك انت تبقى ملتزم باهداف بلدك دلوقتي، بتساعد على لم الشمل، بتقف مع ايجابيات بلدك وبتبرزها، لان اللي بيحصل ده سلبيات الناس بتتلقفه وعماله تتنضر بينا عليها، واحنا ساكتين برضو استاذ ابراهيم علشان ما نتحولش الى فقر الترفيه. الناس مستنيه تشوف هيردوا يقولوا ايه ويعملوا ايه لا مش ده مش اسلوبنا، احنا مش وسيله ترفيه. الناس يعني مستنيها عشان تضحك ولا تبتسم لا احنا مش كده، ده مش اسلوب. فاحنا بنتحمل وهنتحمل لمسؤوليتنا المجتمعيه في كل مره بنقولها، ولان احنا عارفين قدرنا. وعشان كده من البدايه خالص، من اول ما بدا، عشان نبداها بس نقطه بدايه والناس تبقى شايفه الامور ماشيه ازاي، التصعيد من انهي اتجاه، التعامل المسؤول من قبل النادي الأهلي ومسؤوليه ماشي ازاي. لما زادت الأمور عن الحد في شهر يناير اللي فات، مجلس إدارة النادي الأهلي شاف إن من واجبه ومن حقه ومن الطبيعي إنه يخاطب الجهات المسؤولة. بعت النادي الأهلي 6 خطابات للهيئات المسؤولة، بداية من دولة رئيس الوزراء، سيد وزير الشباب والرياضة، سيد رئيس مجلس النواب، السيد رئيس اللجنة الأولمبية، سيد رئيس اتحاد الكرة، والسيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. 6 جهات تمت مخاطبتهم بخطابات ومذكرات رسمية حوت كل ما وقع من تجاوزات في حق النادي الأهلي ومسؤوليه ورموزه وجماهيره وأعضائه. وانتظر الأهلي. بتتكلموا في شهر يناير، دلوقتي احنا في شهر اكتوبر، تكررت الاحداث وكمان على نسق. هي مش تكررت، هي لم تتوقف. لم تتوقف، زاد التون جدا، زادت التجاوزات الى حد غير طبيعي جدا خالص. كان الحل ايه؟ الاهلي من واقع مسؤوليته، من واقع ادراك مسؤوليه لطبيعه المسؤوليه المجتمعيه وقيمة الأهلي وحرص الأهلي دايما وأبدا على أنه يتصرف صح،
خاطب نفس الجهات الكبيرة المعنية، زاد إليها خطاب شامل بدأوا إلى السيد رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ثم إلى دولة رئيس الوزراء، أضاف إليهم مع السيد رئيس الديوان السيد وزير الداخلية، ثم رئيس مجلس النواب والهيئات السابق مخاطبتها، رئيس اللجنة الأولمبية، رئيس اتحاد الكورة، رئيس المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام. 8 مذكرات كاملة خرجت هذا الأسبوع إلى هذه الهيئات المسؤولة، مشفوعة بكل ما حاوته أو بعض الحقيقة، لأنه صعب تحصي كل اللي حصل وصعب تكتب كل اللي اتقال، لكن تم تقديم هذه المذكرات إلى كل هذه الهيئات. يا باشمهندس أستاذ إبراهيم، تقديم المذكرات دي هو ليها معنى وأيضا فيها مسؤولية. معناها إيه؟ أنت بتقدم لجهات مشغولة جدا، ممكن ما تكونش بتتابع بدقة لهذه التفاصيل التي تحدث على الساحة، وممكن يكون وصل لها تقارير مش مظبوطة من طرف واحد. فمن المهم جدا أنك تبعت هذه الخطابات بتتضمن حقيقة الموقف، وبتستغيث وبتقول لهم يا جماعة قولوا لنا مين الجهة اللي ممكن تدلنا حقنا. وده تصرف في رأيي حكيم ومسؤول، وحننتظر. ومش ضروري يعني يعني ما تخليش توقعاتنا هي اللي تحكم الأمور، لكن أنا متأكد إن في ناس وجهات مهتمية جدا إن الظاهرة دي يجب أن تتوقف ويجب أن تحاسب. ما ينفعش هذا الكلام، لأنه الموضوع ما بقاش يخص أفراد، ده له انعكاسات على شارع وعلى ناس، وبدأت في البيت الواحد اللي فيه أهلاوي وزمالكاوي في نوع من أنواع يعني لا، العلاقات مش كده. بالعكس، يعني جمهور الزمالك الكبير الحقيقة مدرك كويس، بس انت بتنقله يعني انت بتنقله الحقيقة، وده اللي انا بقول التحوير وانك تخلق مواقف مش موجودة. يعني انت تيجي تقول كلمة هنا تتاخد في سياق تاني وتكتزأ وتتقدم بحيث انها تستفز حد، وده مش حقيقي. يعني حصل حاجة غريبة جدا. قول لي انت، يعني عملت مداخلة مع زميل هاني حتحوت، وكان واضح انه فيه حاجة سوء فهم للي انت تقصده. لا مش سوء فهم، هو انا كنت فاكر ان انا بوضح، لان اكتشفت ان انا ما كانش اوضح، لان الموضوع كان واضح، بس كان في تعمد انك انت ما يحصلش يعني انك تاخده في سياقه الصحيح. انا قاعد لقيت الزميل هاني بيقرا يعني تعليق او تويته او حاجه بتقول ان عادل القيعي ما معناه، ازاي يقول كده، هو ماله، وده استفز جمهور الزمالك. فانا كنت فاكر انه هيبتدي يشرح الموضوع، يا جماعه الناس دي لا هي تقصد ان عايزه الزمالك يستبعد، ولا بتلم مستندات علشان تأذي الزمالك ولا حاجه. كنت متصور هيقول كده، وكنت متصور انه هيقول اللي انا قلت له بقى. فطلبت عمل مداخل، قلت له انا مندهش يعني هاني انك انت، انا توقعت انك انت هتشرح الموضوع وتقول ان عدلي وابراهيم قالوا في البرنامج حق الزمالك واضح ومعلوش اي خطا، لانه الزمالك عنده خطاب. وقلت له وزدت، يعني المكالمه طويله، وزدت عليه قلت له مش بس خطاب، ده الاتحاد الافريقي بعت حكام وبعت مراقب وحصل اجراء، اذا كله تحت اجراءات تخضع للاتحاد الافريقي والزمالك التزم بيها. قال لي الغرض ومش الغرض، بس الكلمه دي معناها ان هم بيقولوا ان مصر امنه، يعني ده بيضعف موقف. قلت له يضعف ليه؟ الزمالك اصلا لما اتكلمش ولما ما دخلش في الموضوع ده، مش بين الزمالك وجنراسيون، ده بين جنراسيون والاتحاد الافريقي. الزمالك بره اللعبه بالزبط. الزمالك جاله جواب نفذه، يحفظ له حقه. ولذلك قلت له يعني توقعاتي ان باذن الله الزمالك هياخد حقه. هو كان الاتجاه او كان التصور الماتش ممكن يتعاد، لان برضه جنراسيون بيستند الى منطق، وحاول يثبت ان ما كانش فيه مبرر لنقل المباراه،
لان مصر امنه، لكن هو خد بالمبرر اللي يخدمني انا كوضع، انا احب ان بلدي تبقى صورتها عند الناس امنه. ما هو كان ممكن يقول انا مش لاعب لان مصر مش امنه، لو خدناه في السياق الثاني. فشكري او يعني اللي اتبنى على التويته بتاعتك يا استاذ ابراهيم، وده اللي برضه يعني انت اتهاجمت بما فيه الكفايه في هذا الامر، ان الناس عايزه تجتزئ الامر وتبين ان كان في سوء نيه عشان ندعم وجهه نظر جنراسيون. جنراسيون مصور وعامل، مش كلامنا اللي هيدعم نظره. احنا استاذ ابراهيم اللي زعلني ايه بقى؟ انه بعد طبعا ما جادلني شويه وخلاص انا وضحت وجهه نظري وتصورت يعني ان هسيب الناس تحكم، وفاجئ ان مع دخول الزميلين العزيز احمد الخضري وعلاء الخضري وعلاء عزت الزملاء الاعزاء لينا، انه فجأة يسالهم ايه رايكم في اللي قاله المهندس عادل القيعي في شكره للفريق السنغالي. فالاثنين مشوا معاه، ما قال لهمش، هو قال لهم ايه، هم كانوا في مستنيين في الاستوديو 100% شافوا المداخله. ما حدش برضه جاب سيره اللي انا قلته انا وانت، واللي هو قلت له انت سمعته بنفسك؟ قال لي اه. قلت له ما جبتش سيرته ليه؟ قال لي عشان النوايا. قلت له نوايا ايه؟ ما يعني عيب انك تقول النوايا، لانك انت لو دخلت في النوايا يعني انت مش عايز تخش في نوايا جنراسيون. دخلت في نوايا جنراسيون انهم بيلموا ادله، ماشي. طب دخلت في نوايا ان احنا بندعمهم بناء على ايه؟ صحيح. مش تاخد كلامنا المباشر؟ صحيح. ده ما فيهوش نوايا بقى، ده انا جايبه لك وش اهو. اه. استاذ ابراهيم انا دهشتي ان يحصل تعتيم تاني في بعديها بدقيقه. ويتكلموا على اللي انا قلته بدون ان يذكر الكلام اللي اقر بيه ان احنا قلنا فعلا واكدنا على حق الزمالك. يا استاذ هاني انا مش عارف انت عملت ايه ايام مشكله الاهلي مع الترجي، لكن محدش قال انه اعلاميين مصريين بعتوا جوابات للترجي. محدش قال بقى ان المعد بتاع خالد الغندور طلع الراجل المذيع التونسي قال. انا لا زورنا خطابات وبعتناها للسنغال عشان نقوي موقفه، ولا كتبنا خطابات لمجلس الشعب وقلنا ان في رشاوى قدمت، ولا عملنا الحاجات دي. مش احنا ما بنعملش كده، لكن اللي عمل كده لم يحظى بالاستنكار اللي احنا حظينا بيه لمجرد تفتيش في النوايا. الله، بيفتش في النوايا غير موجوده. لا، وحتى افرض موجوده تضر في ايدي ولا حاجه، بس احنا قلناها وش بعدنا عن النوايا، كنا واضحين جدا وما زلنا بنقول والله الزمالك عنده جواب. وقلت له بعد حق الحل بتاع اعاده المباراه لان في قرعه بعديها بيوم، فهتتعاد امتى؟ يا استاذ ابراهيم العمليه ضغط على مشاعر الجماهير وتصدير صوره ان هنا في ناس بتتجاوز وهنا في ناس بتتجاوز، واخد بالك؟ لو قلت لهم صباح الخير هيقول لك وقلت صباح الخير ليه؟ برضه هياخدها في سياق تاني، ودي بره المسؤوليه. احنا عندنا مسؤوليه وهنتمسك بيها وهندفع ثمنها، ما عندناش مشكله. وانا ارجو ان يعني الموضوع ما يبوخش اكتر من كده بقى. المواضيع دي احنا عندنا رساله اعلاميه، لا شتمنا حد ولا هاجمنا حد ولا لقحنا كلام على حد، ولا بالعكس يجي يقول لك انت بتجيب سيره الزمالك ليه؟ انا ما بجيبش، انا 8 سنين ما بجيبش سيره الزمالك، لكن انا برد على اللي الزمالك بيواجهني بيه من شتايم. انا مش عايز اجيب سيره وتجاوزات واساءات ومش من الصح كتيرة. انك تجيب سيرتي واجيب سيرتك، مش من الصح. ده مش من الصح. اذا كان عندك كلمه طيبه وعندي كلمه طيبه نقولها، لكن لم نذكر الزمالك بسوء. اذا كنا بنتكلم على حالات تحكيميه كانت ردا على كلمه الاهلي بيكسب الحكام والبطولات الحلال والحرام، واللي ما زالت لحد النهارده الاهلي لا يحتسب له ضربات جزاء ولا يحتسب على الزمالك ضربات جزاء. عايزني ما اردش عليك وتجاهل هذا الكلام ليه؟ دي حقوق فنيه مشروعه، الكلام فيها ما يزعلش. وهذا كلام لا يسبب احتقان ولا حاجه، لان في صوت وصوره الناس هتصدق ما تصدقش.
واحنا حريصين ان احنا على مصداقيتنا. مفيش يا جماعه حاجه تستدعي ان احنا نعمل كده ببعضنا. طيب انت اشرت للتويت، لانه التغريده اللي انا كتبتها شفت امبارح كذا حد بيكلمني بيقول لي، اكتر من حد في الناحيه الثانيه بيقول لك انتوا اولا انت ليه كتبت التويته؟ وانا للمره الثانيه، احنا في اخر حلقتين واحنا بنتكلم قلنا الزمالك صاحب حق، الزمالك صاحب حق، صاحب حق، لانه كفايه انه معاه جواب من الاتحاد الافريقي. لكن هو حق الزمالك ما يكونش الا لما تيجي تقول لي مصر ما فيهاش امن وامان، في اسبوع الناس بتتكلم ان في احداث، هي فين المسؤوليه؟ من المسؤوليه ومن الامانه ان انا بقول لك، من الامانه المهنيه حتى مش من المسؤوليه الوطنيه، من الامانه المهنيه ان انا كواحد مراقب ومحلل وشايف، انا بقول ان الزمالك معاه حق واضح وصريح لانه معاه جواب من الاتحاد الافريقي. بناء على ايه الاتحاد الافريقي؟ خلينا في دقه، حتى مش مساله حق، معلوش غلط، يعني مؤكد معلوش غلط، ما عندوش خطا، راح برج العرب بناء على خطاب من الاتحاد الافريقي بالموافقه على نقل المباراه، ده يحفظ له حقه القانوني ويكفي. ده قلناه هنا، قلناه هنا. لكن انت عايزني ما اقولش ان مصر فيها امن وامان؟ عايزني ما اقولش انه بعد ما الانديه الافريقيه والمنتخبات الافريقيه كانت تبعت تقول مش هنلعب في مصر وعايزين ننقل المباريات بالظبط كده، فانا اجي اقول انا كمصري جه اليوم ده، النص جه اليوم اللي فريق سنغالي يتسابق لاثبات ان مصر بلد الامن والامان مهما كانت نيته. ايه علاقه ده في الزمالك؟ لا تعالى فتش معايا في النوايا، تعالى لي فتش معايا في النوايا، قول لي فين اصلا في كل اللي مكتوب ده ان انت عايز تدخل في نوايايا وتقول اصل ده اتبنى على ده. شلتها ليه بقى؟ لانه في حد بيقول لك طب شلتها ليه؟ اولا ديت انا حطيتها يوم الاحد بالليل، بعد ساعه لقيت في خناقه كبيره بعد ما الاخوه في برنامج الزمالك اتكلموا عليها وقعدوا مش يفتشوا في النوايا، فتش في النوايا، عايز تحاسبني تعال حاسبني. على الناحيه الساعه 1 الا 10 بالليل صباح الاثنين 30 سبتمبر، شوف لي النص وتعالى حاسبني، تعالى حاسبني باي معيار مهني اخلاقي قيمي وطني جنائي، المعيار اللي انت عايزه، تعالى قول لي الثلاث جمل دول فيهم ايه؟ عايز تفتش في النوايا عشان تحولها لخناقه عشان يتقال ايه؟ اولا انا شلتها لانه بصيت يا باشمهندس لقيت بعد ما هم اتكلموا فيها ناس اتزقت تدخل تشتم في جمهور الاهلي، فجمهور الاهلي يرد، بصيت لقيتها انا عمال اشيل هنا بقى ده مربط الخناقه، رحت شايلها منعا ان الناس اللي اتزقت على صفحتك هيبقى على صفحتي بالناس بتتشاتم ما يصحش يكون، فشلتها. لكنه انا ما زلت مصمم، قول لي انا اجرمت عشان اقول انه كويس ان الجانب السنغالي ذكر مصر بخير وقال ان مصر بلد الامن والامان في الاسبوع اللي بيتكلموا فيه الاحداث، بعيدا عن المشكله نفسها، وقلت بعديها او قبلها يا باشمهندس شيء دي اللي بعديها ايه؟ شيء كويس شيء كويس لمصر، شيء كويس لصالح بلدنا ان الفريق السنغالي يثبت بالصوره والدليل ان مصر بلد الامن والامان، ده شيء كويس لمصر ولا لا؟ ما هو ده اللي بيدهشني ليه؟ لا اصل يقول لك ايه؟ بس انت بتقول لان يا استاذ ابراهيم التحوير مستمر على كل كلمه نقولها. طب خد دي عشان بيتقال، اصل كل الشتايم وكل الكلام الفارغ اللي حصل بسبب التويته ديت، التويته ديت الساعه 1:30 صباح الاثنين، البلاغ اللي النادي الاهلي قدمه لمعالي النائب العام واللي راحت له مذكرات كتيره باللي حصل سواء اول امبارح او في الشكوى بتاعت يناير، بلاغات كتيرة موثقة، لكن البلاغ اللي تقدم أول امبارح ذكر فيما ذكر ما حدث من رئيس نادي الزمالك في مذكرة الأهلي للنائب العام، ده العريضة بتاعت الكابتن محمود الخطيب والعميد محمد مرجان، وأنا النهاردة قدمت بلاغ آخر. طيب الكلام اللي مكتوب على ما ورد من رئيس نادي الزمالك امتى؟ في حلقتي 28 و29 سبتمبر، يعني قبلها باسبوع، قبلها بيومين، يعني انت يوم 28 يوم السبت، انت كنت يوم اثنين، وانا التويته فجر الاثنين 1 صباح الاثنين. يعني بص البلاغ للنائب العام ذاكر ما حدث من وقائع سب وقذف
من رئيس الزمالك في حق الشاكيين الكابتن محمود الخطيب والعميد محمد مرجان يوم السبت بالليل لمدة 53 دقيقة. الناس بقى اللي حساسة قوي، اللي فجأة الكلمة اللي اتكتبت هي اللي استفزت وهي اللي عملت، يجاوبوني. دي تغطية يا إبراهيم، ما هو يعني بس عايزين ياخدوا المشكلة في حتة تانية. أصله ده استفز، استفز يعني إيه؟ هو بقاله شهر وبقاله سنة استفز؟ شفتوا المسألة قبلها بيومين، الناس اللي بتتكلم على التويتر يقولوا لي إيه اللي فيها؟ هل مصر فعلا مش بلد الأمن والأمان؟ ليه ما قلتوش إن إحنا رأينا اللي قلناه بشكل واضح؟ الزمالك ما عندوش مشكلة قانونية ويكفيه إن هو معاه جو من الاتحاد الأفريقي؟ فجأة حولوا أصل ده السبب، من غير ما يذكر كل التفاصيل السابقة اللي اتقالت قبلها بيومين والشكاوى اللي من شهر يناير. أنت عارف يا أستاذ إبراهيم، ممكن التويتة دي تتفهم بالطريقة دي في حالة واحدة بس. إن الزمالك يكون عامل جواب بيقول مصر القاهرة مش آمنة، إن يقولوا لي الماتش يوم هم يقولوا لا القاهرة آمنة. لو إحنا قلنا بقى لا نشكرهم إن بيقولوا القاهرة آمنة، تقول أنت متبني موقف معاكس لوجهة نظر الزمالك، بس الزمالك لا بعت جواب ولا طلب نقل الماتش ولا في حاجة من الزمالك بره القصة. هم دخلوا الزمالك في القصة، هو القصة كلها الاتحاد الإفريقي جاله من الاتحاد المصري جواب، يبقى الموضوع بين ثلاث جهات. جنراسيون اتحاد افريقي بنى قراره على جواب من الاتحاد المصري، الزمالك في الاخر نفذ وجهه نظر استقر عليها في الاتحاد الافريقي. كون بقى الجواب ده طلع ازاي من الاتحاد الافريقي، دي مشكله الاتحاد الافريقي. فانت الكلام ده مش بنقوله علشان يعني، احنا بنقوله لان هو ده كان السياق الطبيعي في علاج الازمه. ورغم كده هتيجي تقول لي وانت مالك وانا مالي، ما تخليش مال بقى في الموضوع، ما انت اما اكتب ما تردش عليا، لان انا ما كتبتش حاجه ضدك، لا انت طلبت النقل فانا قلت لا ده بتنقل ايه ده القاهره امين، انا ما قلتش كده، ولا كان الموضوع يعنينا. الموضوع يعنينا في ايه؟ ما احنا اتنقل لنا ماتش ورحنا نفذنا. هتقول لك طب ما هو انت اتنقل لك ماتش ولعبت هناك، لان الفرقه اللي لعبتني وافقت، الفرقه اللي بتلعبك لسبب او اخر في دماغها حد، ممكن حد يكون محرضها زي ما انت متصور ممكن، بس يعني مش عايزه ما وافقتش. هنا الازمه ابتدت. يا اخوانا ما تحطوش النادي الاهلي في مواجهه مستمره مع الزمالك بلا مناسبه. صحيح. زي ايه يا باشمهندس؟ زي لما يتقال هو انتوا ليه ما بتروحوش تلعبوا في بورسعيد؟ مثلا ايه علاقه مصر ما بيجيش يلعب في القاهره؟ هي مش رايح جاي ولا هي مباراه واحده؟ والاسماعيلي نفسه ليه الاهلي ما بيروحش يلعب في الاسماعيليه؟ طب ليه الاسماعيلي ما بيجيش يلعب مع الاهلي في القاهره؟ ده قرار لا الاهلي هو اللي واخده ولا الاسماعيلي اللي واخده ولا المصري اللي واخده. اعتبار امني من بعد الاحداث اللي حصلت في استاد بورسعيد، خلاص اتحاد الكره او الجهات الامنيه المسؤوله شايفه انه المباراتين بيتلعبوا في ارض بره. الاهلي ما بيروحش ولا يحقق ميزه للاهلي، الاهلي ما بيلعبش في القاهره. وايه الميزه اللي الاهلي واخدها؟ ولا في جمهور ولا الاهلي ما بيروحش الاسماعيلي. طب ما الاسماعيلي ما بيجنيش القاهره، ما تكمل الجمله، ما المساله ذهاب واياب، بيتلعب الماتشين في ارض محايده في برج العرب او في اسكندريه او لجنه المسابقات بتقوله، سواء الاهلي والمصري او المصري والاهلي، والاهلي والاسماعيلي والاسماعيلي هو والأهلي. دي المشكله في الاجتزاء يا ابراهيم، النوايا ما بتبانش غير في الاجتزاء، انك تاخد جزء من الجمله او المشهد وتعلق عليه فيديلك نتائج غير 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 الواقع وغير المنطق. اما يجي تقول لك ما تلعبش في اسماعيلي ليه؟ طب ما بلعبش في القاهره ليه؟ هي يعني لو انا بلعب في القاهره لا يبقى في ظلم، يبقى ما ينفعش الاسماعيلي يجيني وانا ما اروحلوش او المصري يجيني وانا ما اروحلوش. بالظبط كده. لكن احنا الاثنين بنلعب في ارض محايده. هتقولي برج العرب بتلعب عليه كل ماتشاتك والمصري بيلعب عليه كل ماتشاته لا مش كده بس مقيم هناك. هو انا اخترت برج العرب بس، انا اخترت ثلاث ملاعب يعني، والحته اللي هيقول لي العب فيها هروح العب فيها. يعني هي الاهلي ما تحطوش، وهو ده ما جيش انا اتهمك بقى انك بتلعب على مشاعر الفرقه بين الاسماعيلي والمصري، هو ده مقصود ايه بالكلام ده؟
مقصود ايه؟ ما انا لو تحريض تحريض واثاره فتنه، تحريض وزياده الفجوه اللي بين الجماهير الاهلاويه والجماهير الاسماعيليه والجماهير البورسعيد. ورغم كده ما بنقولش حرصا عشان ما نبقاش احنا عامل مساعد في ازكاء التنافر ده. ارجو كلنا كلنا، يا اللي بتقول بتجيبوا سيره الزمالك ليه؟ ما تجيبش سيرتي عشان ما ردش عليك. طيب الاهلي بعد ما فاضل كيل يعمل ايه؟ دي علامه استفهام كبيره جدا. اهي ده غلاف مجله الاهلي العدد الصادر النهارده. هو السؤال الى متى يعني ايه؟ تقصد ايه؟ انا فهمته الى متى؟ انا اقول لك فهمته ازاي وانت صلح لي. انا فهمته يعني ما انا ممكن اسكت 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 اسكت، بس الى متى؟ لو التجاوزات وقفت كان ممكن تقول لي بتعلق ليه، لكن ما وقفتش. شوف في ثلاث اربع رسائل في هذا الغلاف. الرساله الاولى خلص الكلام، الغلاف ما عليهوش اي كلمه لانه ما عادش ينفع الكلام. احنا قلنا قبل كده فاضل كيل، طب وبعد ما فاضل كيل في موضوع يا جماعه بسيط جدا واضح في موضوع الكل متابعه، الموضوع ان حد بيشتمني يتوقف عن الشتيمه، عايز اخد حقي القانوني، اعمل ايه؟ يتوقف بشكل اخد الحق القانوني على اللي حصل ازاي؟ هذه التجاوزات اللي حدثت الحق القانوني فيها فين؟ رئيس النادي الاهلي، المدير التنفيذي للنادي الاهلي، كل الناس اللي طالت هذه الاساءات، الحق القانوني يجي ازاي؟ عشان كده النادي لما اخذ كل هذه المخاطبات عبر القنوات المشروعه المسؤوله المحترمه حفاظا على حق واضح للراي العام، واضح للكافه، فكان علامه الاستفهام. طيب الى متى؟ الى متى اللي بيحصل ده؟ الى متى السكوت؟ الى متى تستمر هذه التجاوزات؟ الى متى الساحه الرياضيه تستعيد هدوءها؟ اما الخلفيه السوداء فاعتقد مفيش ظروف حداد على انتهاك الحقوق والقانون اكتر من اللي حاصل. مفيش صوره بالشكل ده اكتر من اللي انتم متابعينه وشايفينه. انما اللون الاحمر علامه الاستفهام من الاهلي، من الاهلي وجمهوره وادارته. لامتى؟ النادي قدم مذكراته والمؤكد انه كل الثقه والتقدير لكل الجهات الكبيره المعنيه اللي وصلت لها هذه الخطابات، ولعله خير يا باشمهندس. الخير سيحدث عند الحساب وعند التوقف، وكفايه بقى لان الساحه الرياضيه ما تستحقش هذا الامر. يعني الساحه الرياضيه اتعملت علشان ازكاء الروح الرياضيه والتنافس الشريف ومعاني نبيله جدا، بدأت تختفي وتتلاشى شيء في شيء. هذا في الوقت اللي عندنا بطولات بتتحقق، حاجة تفرح، فرق عمالة تكسب، الكرة الطايرة ماشية بتكسب اهي بعد الهاندبول، قبل كده في دورة الألعاب كل الألعاب الإفريقية. عايزين نبني على إيجابيات يا أستاذ إبراهيم. أنا بتكلم بجد، أنا يعني أنا اللي واجعني إن هنخرج من الهيصة دي بخسائر جامدة جدا على السلوك الرياضي والمفاهيم. يا أستاذ إبراهيم ده أنا كمية الناس اللي مزقوقة عشان تشتمني على التليفون، وأنا محتفظ بهذا الكلام ولازم هتبلغ الجهات المسؤولة. لا ما أنا عملت إجراءات يعني. إنما ما كنتش أتمنى، لأن صور الولاد شباب صغير، شباب صغير شايف إن هي دي الطريقة، واقتنع انه لازم يروح يشتم المنافس بتاعه لما يتضايق. الموضوع مش 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 صغير، الموضوع على المدى البعيد بيمس سلوك جيل قائم. انت بترسخ حاجات تانية خالص، سلوك جيل قائم، مش بنقدم له قدوة طيبة. طبعا هي دي الوطنية. الوطنية انك تقدم القدوة الطيبة، مش ان احنا نتكلم يعني نستخبى في كلمتين بيتقالوا مع كل عصر من العصور. هم واخد بالك؟ وتتهم الاخرين بما هو فيك.
مره بالاخوان وبتاع، وبعدين الفيسبوك شوف شوف الفيديوهات اللي في على الفيسبوك بالدليل. ما بنلجاش احنا للكلام ده مع انه موجود ومتوفر خلاص قدام الناس كلها. فنتوقف، فلنتوقف لصالح البلد، فلتأتي الحقوق اولا، لانه فعلا ما حدث في الانتظار، لان الاهلي هو الغالي على مصر اللي هي الاغلى. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي الغالي على مصر الاغلى، مصر الاغلى على كل ولادها، مصر الاغلى على وجدان كل انسان فيها، مصر الاغلى من اي شيء. بس ازاي تبقى وطني، وازاي تحب هذا الوطن، وازاي تغير على مصر، وازاي تكون حريص على سمعه مصر؟ النادي الاهلي بيعمل ايه؟ قبل ما اقول لك النادي الاهلي بيعمل ايه، ارجع كده المشهد اخر اسبوعين. خاضت مصر واحده من الاختبارات المهمه جدا. تصور الناس اللي بيعبثوا في امنها ان هم في لحظه قوه، وان الناس هتسمع كلامهم. تصوروا انه بترديد مش هقول الاكاذيب والافتراءات الوقاحات والتجاوزات عن مصر انه يقدروا يهزوا استقرارها. لا، كتله اللحمه اللي بين السلطه ممثله من اول السيد الرئيس وبين الشعب، اللي ما كانتش محتاجه تخوض اختبارات، لان عندما يطلب قائد البلد من المواطنين التحمل فيتحملوا معاه الفطره. ويعدوها بامتياز ساحق. النهارده بدأت تندع. النهارده أسعار البنزين والمحروقات بتقل. هتقول لي 25 قرش. لو قرش ساخ ليها مدلول؟ إنك أنت بقت عملتك على مستوى العالم بتتعامل مع العالم بقوة بشكل لا يقدر. لما ينزل البنزين في أي بلد ينزل عندك، ترتبط بالاسعار العالميه، وانك انت ما بتكبرش وتروح ماليش دعوه وتعمل نفسك انك يعني من بنها وتسيب الدنيا على لا، انت في انت بتستغل اي فرصه لصالح المواطن انك تخفف عنه. حديد التسليح بيقل، الاسمنت بيقل، الدولار بيقل، انت بتجني. وده سبب ده كله سبب التوقيت بتاع الهجمه الشرسه على مصر وعلى قيادتها. صحيح. ومحاولة الوقيعة بينه وبين الشعب، لأن الاستقرار وداك لده، التحمل وداك لك، أنت دفعت فاتورة وبدأت تجني ثمارة. مش عايزك تجني، أعدائك مش عايز اللحظة دي. صحيح صحيح. فالشيء الوحيد أنك تخدم بلدك بيه أنك تكون على قدر المسؤولية في اللحظة دي، ما تحطش من أسباب الالتهاب أي نوع من أنواع الكلام اللي يساعد في هذا الكلام. مش الرياضة أبدا هي اللي تكون الوسيلة اللي نختلف بيها مع بعض، عيب. احنا عايزين نقول الأهلي وهو بيتحمل بيتحمل لأن عليه مسؤولية مجتمعية، وإحنا لما بنتحمل في شخصنا. أنا عايز أي حد يجي يطلع على التليفون ده يشوف حجم التجاوز اللي بيجيلي بشكل يكاد يكون يومي، من صبية صغيرين مزقوقين، وبيزقهم واحد اسمه هاني عايش لي في إيطاليا، ده حسابه برضه بإذن الله هيجي، هو هو اللي وراه. فاللي أنا عايز أقول، لأن في هجيبه إزاي؟ بالقانون. بالقانون، هجيبه بالقانون بإذن الله. إحنا لما بنقول كده، أنا الكلام ده بيحصل معايا بقاله يمكن أكتر من سنة، ما طلعش اتكلمت فيه. مش عايز عشان ناس إيه تتبرع تقول لك إن جيب لك حقك، لا مش عايز حد يجيب لي حقك، مالكوش دعوة. أنا حق بلدي هتدوني بالقانون. حرصا على حاجات كتير، أنا الولاد دول صعبانين عليا، عارف منهم اتنين تلاتة مثلا بيتكلموا بروح ردد عليهم. في الأول يحاولوا يعملوا، أقول لهم أنت زملكاوي وأنت جاي عايز تسن المكالمة تشتمني روح ضحك.
اخد ودي معاه بعد شويه بيهدى ويعتذر لي ويبتدي يقول ممكن اكلم حضرتك بعدين. ما هماش وحشين، ناس مش وحشه، مزقوقه مزقوقه وفاكر ان كده بتخدم ناديها وكده بتخدم، او متهيألهم ان احنا يعني بنناوئ نادي. احنا مش بنناوئ، احنا عايزين نتنافس بشرف، احنا عايزين نلعب كويس وهم يلعبوا كويس واحنا نلعب احسن واحنا نكسب وهم يوم هيجي يوم هيغلبني وانا عايز اكسب باستمرار. يعني هي دي طبيعه الامور، ولازم كلنا واحنا عمالين، ولذلك احنا بقى لنا كام حلقه عمالين نقول للناس سيبكوا من التحفيل. صحيح. الاصحاب بيموتوا بعض على القهوه عشان بيحفلوا على بعض في الكوتشينه وفي الدومنه. مش عايزين كده يا ولاد، الرياضه ما اتعملتش عشان كده. بالظبط. الرياضه عشان ان انا اقعد زي حاله النشوه اللي انت حاسسها دلوقتي، فرقتك كويسه وماشي، ركز في دي، مالكش دعوه بحاجه تانية خالص. حتى الخلاف اللي بيننا دلوقتي خليك براه، لان الاهلي هيجيب حقه باذن الله. مفيش حاجه تدعونا، انا مش هعمل زي غيري، هم عايزين عمالين يدعوا ناس انها تيجي تشتمك وتشتمني وتشتم الكابتن خطيب وتشتم مش عارف مين وتشتم، لا عمرها ما تبقى كده الدنيا. واحنا بنتحمل وهنتحمل عشان عندنا مسؤوليه. وارجو ان احنا ما نضطرش نضيع وقت الناس بعد كده ونتكلم في فيما يفيدها وفي الرياضه. الاهلي الغالي على مصر الاغلى. طبعا مش محتاجين نذكر بلا طبيعة نشأة الأهلي التاريخية ولا دور الأهلي الوطني عبر العصور والفترات البعيدة في كل المناسبات. الأهلي دايما وأبدا في طليعة القوى الشعبية الخادمة لهذا الوطن في كل المناسبات الوطنية الكبيرة. بس حتى من الصورة الرياضية اللي المهندس عدلي قال عليها، إزاي تشرف بلدك، إزاي تمد جسور الثقة كقوة ناعمة شعبية مع قارتك الأفريقية باعتبارها أنه المحيط الكبير اللي أنت مرتبط بيه. واللي شيء رائع جدا أنه السيد الرئيس فعلا استعاد كتير من جسور التواصل مع القارة. مصر غابت كتير جدا عن أفريقيا. الرئيس عبد الفتاح السيسي شفته مش بس بيرأس الاتحاد الأفريقي، لا جهود التواصل مع دول القارة رجعت مصر لقيمتها، المكانة ومكانتها. وحتى في اطلاع مصر، مصر بتطلع بعلاج الأشقاء الأفارقة من فيروس سي وغيره وبتقدم المعونات الطبية الكبيرة. مصر بتطلع بالكتير مشروعات التنمية في أفريقيا، إن أنت إزاي تقدر تعمل نهضة اقتصادية في دول القارة المحرومة والفقيرة. ده دور مصر القيادي الريادي كمان. فلما يكون مصر عندها هذا التوجه نحو القارة يكون النادي الأهلي نادي القرن في أفريقيا في طليعة هذه القوى الشعبية الناعمة الداعمة لصورة مصر. هاتولي مرة بعثة من النادي الأهلي سافرت أفريقيا ولم تحظى بالاحترام والتقدير والتعليق والتعقيب من قبل سفير مصر لدى هذه الدولة. المرة الوحيدة كانت في ماتشنا مع الترجي بفعل فاعل وخطابات مزورة عشان اللي بيتكلموا بيحاسبوا. لا انت بتتكلم، انا بكلمك على الصورة بتاعت النادي الأهلي مع البلد اللي هو رايحها. ايه الانطباع اللي بيتركه؟ الشكل اللي بيتعامل بيه؟ ايه الاسهام اللي بيقدمه في تدعيم هذه الصورة الحضارية لهذا الوطن الغالي؟ ارجعوا لو في وقت هنعرض لكم مكالمات كل السادة السفراء في الدول وهم ممتنين وفخورين انه الاهلي خير سفير الوطن، انه الاهلي فعلا صورة حضارية محترمة، ان الاهلي فعلا لما بينزل اي دولة افريقية بيزيد من هذه القيمة وهذه الصورة لدى الأشقاء في أفريقيا. هي دي الرسالة الوطنية اللي المجلس الإدارة إنه عبر الأجيال حريص إنه صدرها من خلال الرياضة. هو ده الدور الوطني، هو ده الدور الوطني اللي بجد، مش بالكلام ولا بالتجاوزات. التقدير للأشقاء في أفريقيا. شوفوا واحد زي آخر سفرية للأهلي كانت فين، آخر حاجة عشان بس الوقت، غينيا الاستوائية، من الدول القليلة اللي الأهلي بينزلها. شوفوا كلام السفير المصري في غينيا الاستوائية السفير حاتم حسوبة يتحدث عن الأهلي عندما حل ضيفا على ملابو عشان يقابل كانو سبورت.
برحب بحضراتكم، لان طبعا مجيئتكم هنا كان مجيئة من المجيئات اللي طال انتظارها من مصر، وممثله في خير تمثيل النادي العريق النادي الاهلي، نادي مرتبط بتاريخ مصر وبحركه القوميه المصريه والحركه الوطنيه المصريه، وهو رائد الكوره في جمهوريه مصر العربيه من سنه 1914 تقريبا. هو اللي حبب الكوره المصريين في الكوره، وهو كان اللي بدا الكوره في مصر كلعبه وكهوايه وكمناسبه اجتماعيه بتجمع الناس. طبعا النادي الاهلي بالذات طبعا باعتبار ان اول مره يجي هنا، ودي مره انا بالنسبه لي كنت يعني كانت فتره طال انتظارها للنادي عريق ويمثل مصر جزء من القوى الناعمه المصريه في مجال الرياضه. دي هيكون ليها اثر ايجابي جامد جدا 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 هنا، لان برضو وجود الاهلي هنا بيدي سبوت لايت على الدوله. هي دوله يعني رغم عشان كناها صغيره، هي دوله غنيه جدا، شعبها مسالم جدا وطيب جدا، وفي نفس الوقت فيها فرص هنا لمصر كتير جدا. هنا دي بحضرتك نتكلم لها بالقوه الناعمه بتاعت مصر. انا النهارده لما بيكون نادي عريق عندي بيلعب هنا، وفي كمان طلب من الجانب الغيني الاستوائي ان هو لعيبته يكونوا محترفين عن طريق النادي الاهلي، ده هو الاثر النفسي اللي انا محتاجه عشان اعمل تاثير في الراي العام هنا. لان طبعا لما يبقى لعيب محترف في مصر وبيبقى منتمي البلد ويروح يلعب بعد كده سواء مع الاهلي او مع اي نادي تاني، هيبقى برضو الجذر بتاعه اتنشا في النادي الاهلي، وهيبقى في رابطه نفسيه وعاطفيه في الموضوع ده مع مصر. وطبعا حضرتك عارف اثر الرياضه بالنسبه لافريقيا بالذات اكبر من اثر ان اعمل مشروع. انا ببدا الاول بان انا اعمل تاثير نفسي موالي ومتعاطف مع بلدي. الرياضه احد الوسائل الهامه جدا فيه مع الجانب الثقافي، وهم ما ينفصلوش اكشولي. معالي السفير لخص كل المعاني اللي عايزين نقولها، واشار الى ان الرياضه القوه الناعمه، البعثات اللي زي دي احد القوى الناعمه المؤثره جدا. لان شوفوا لما يوصل وانت بعد ما تخلص الماتشين اللي خسرهم المنافس بتاعك يطلب ان يعمل بروتوكولات وتوأمه، وانك انت من خلالك والنبي ينقل لي خبراتك، وهو ده مش اتساق مع اهداف الدوله؟ طبعا الله، ما احنا ده اللي بنقوله، ان نادي الدوله من هذا المنظور، مش من منظور السلطه، من منظور ان انا ماشي مع اهدافك وحريص ان انا احققها، ومش النهارده وامبارح وبكره واول امبارح وبعد بكره. هو دي السياسه اللي بيتبعها النادي الاهلي يا جماعه، انه يبقى على هذا المنوال ويفهم الرياضيين اللي عنده يعني ايه رياضه وتعمل ايه. هو انا النهارده لما يكون في تنس الطاوله وانا بلعب بطوله في منتهى الاهميه، واروح من ست لعيبه اسحب اتنين اتخانقوا مع بعض، وانا شفت ان هم في صوره لا تليق بمصر ولا بالنادي، انتوا رايحين تتخانقوا مع بعض قدام هو ده حسن تمثيل الاهلي ومصر. تعالوا مردود ده ايه، والناس كانت بتتكلم ازاي عن النادي الاهلي، ثم يفوز الاهلي وكافئ عشان الناس تقول لك ايه النادي ده. ده يا جماعه اللي بنقوله، ان ده الدور المنتظر من الرياضه، واللي بيعمله كويس قوي النادي الاهلي، لانه فعلا نادي الوطنيه عبر التاريخ. يعني مع أفريقيا، وزارة الخارجية المصرية تعلم من خلال السادة السفراء في كل عواصم القارة الأفريقية قيمة الأهلي، صورة الأهلي، مدى حرص إدارة النادي الأهلي ورؤساء هذه البعثات على أنه فعلا الأهلي يكون خير سفير لوطنه، خير ممثل لهذه القوى الناعمة الكبيرة، خير داعم لسياسات الدولة وتوجهاتها. هو ده الوطن، وهو ده الدور الوطني. ما لناش دعوه بغيرنا بيعمل ايه، نتمنى ان الكل يعمل كده، بس كمان ما تنتقصش من شان النادي الاهلي وما يفعله النادي الاهلي. ما تحتكرش البطوله وتدعي وتزعم ان النادي الاهلي ما بيعملش حاجه، الاهلي بيعمل كل حاجه. بس بيعمل كل حاجه صح. بس بيعمل مش بيتكلم. بيعمل كل حاجه صح. تتسق مع سياسات الدوله العليا وتتسق مع مصلحه هذا الوطن وصورته. لما تفكر في المشهد، وده اللي هنشوفه، ان في كل المدربين اللي خرجوا من عندك، حتى اللي بيخرجوا اهو مثلا بفسخ عقد بيخرج يشكر فيك اهو. انت بتتكلم على افريقيا، طب تكلمني على اوروبا اللي بتجيب منها مدربين. هات لي مدرب راح اشتكى النادي الاهلي انه اساء معاملته، هات لي مدرب ما راحش في الخارج اتكلم حتى والاهلي بيفسخ عقده بالتراضي والاحترام والذوق، بيعمل له حفل تكريم وهو مستغنى عنه. هي دي صوره مصر، هو ده مسؤول النادي الاهلي في حرصهم على قيمه هذا الوطن وصوره مصر الحضاريه بجد.
فمحدش ينتقص ولا يقلل من اللي الاهلي بيعمله. الاهلي لا بيعرف يشتم ولا بيتجاوز ولا يسيء ولا يهين ولا يخرج عن الاعراف ابدا تحت اي ظرف. مش هي دي الوطنيه ولا هي دي معايير الانتماء؟ الوطنيه بالاسلوب ده مش بتاعنا، مش بتاعنا، هم بنعرفوش. احنا الوطنيه اتصرف لصالح هذا الوطن واحسن تمثيله واقدم له القدوه الصالحه والاجيال الصالحه. دي رساله الوطنيه. افريقيا ادي اللي انت بتعمله، اللي السيد السفير حاتم حسوبه اخر رحله الاهلي قام بيها الى غينيا الاستوائيه، سمعتوا كلامه وعلى تقديره وتثمينه لهذا الدور. والنادي الاهلي بالمناسبه بيرجع يبعت جواب لوزاره الخارجيه يشكر معالي السفير ورجال السفاره المصريه في هذه الدوله على حفاوتهم واستقبالهم وعنايتهم ورعايتهم ببعثه النادي الاهلي، وهم بيكون من عندهم نفس التقارير الايجابيه عن هذا النادي الوطني المحترم بجد. اوروبا اخر حد مشي من النادي الاهلي مارتن لاسارتي، الناس فكرت انه لاسارتي الجمهور غضبان عليه، النتائج ساءت، الاهلي لما يستغنى عن هذا المدرب المفروض يبقى فيه مشكله. طب شوفوا اخر، احنا شفنا اخر سفير، نشوف اخر خواجه الاهلي استغنى عنه، انطباعاته اللي خرج بيها عن هذا الوطن، خرج في لحظه مش وعن مش هذا النادي ازاي يعني عقب هزيمه وكان كسبان، اجواء مش اي حد يمشي زعلان، اجواء رياضيين مش حلوه، ويمشي اي حد مكانه يمشي زعلان، يمشي متضايق، انما ما مشيش متضايق. ده الاهلي بيكرمه وبيجيب تورته تكريم ليه، فعشان كده يطلع مارتن لاسارتي اخر خواجه مشي من النادي الاهلي مشي بصوره ازاي نشوف. واللي قاله لاسارتي والمشهد ده الجميل الرياضي الجميل في لحظة انكسار، لكن حاجة شياكة محترمة بتحافظ على مشاعر الناس، بتخرجهم من مصر مفيش غصة، بيتكلموا على مصر وعلى النادي الأهلي ازاي، هو ده الدور. وهو نفس الموقف اللي تعرض له كارتيرون لحد النهاردة عايز يرجع يتمنى العودة، هيتجنن، يقول لك احلى ايام حياته قضاها مع النادي الاهلي. طيب الاسطوره اللي هو ما نقدرش نقول ادينا له بقدر ما هو ادالنا طبعا مانو جوسيه. بص بقى سفير سفير شعبي لمصر في البرتغال وفي اوروبا، جيب سيره مصر في اي حته جوسيه فيها. انت عارف في اصعب اللحظات اللي مرت عليها مصر في فتره يناير، ايوه كلوت على كلام مانو جوزيه لدى الاعلام الغربي والبرتغالي يعكس فعلا يا ريت اللي انت عملته مع هذا، عايزين نجيبه مره والله الكلام ده،
شوف كلامه عن مصر وقيمة مصر، وحتى السنة اللي فاتت وهو بيتكلم على أنه دائم التردد على مصر وزيارتها، بيقول للأوروبيين والبرتغاليين تعالوا مصر، تعالوا استمتعوا بيها، احتقان الأحداث والشارع هايج والدنيا مقلوبة. يطلع بالتصريح ويقول لك مين قال أن مصر فيها قلق؟ أنا بمشي في الشوارع الناس معايا مفيش أي حاجة. هو ده الأهلي وهي دي مصر، ازاي تقدر فعلا؟ لحظة، هو هتعدي؟ هو ده مش دور وطني انك تسيب وراك سفير بهذا الثقل يكلم تدفع فيها كام دي عشان تقدر تعملها في وسائل الاعلام لما يكون حد بالحجم ده؟ برضه نسمع نفتكر. شوف جوزيف في السي ان ان بقى بيتكلم صوره وبيتكلم بيشكر المصريين اهي. بصوا مثلا مانويل جوزيف بيبكي في وداع الاهلي وبيشكر المصريين. شوف بقى لما الاهلي كل مدرب يجي، انا برضو ارجوكم ما تستدعوش اي صور مقارنه، مش هدفنا ابدا نقارن حد بحد، ومش هدفنا ابدا نقول ان الاهلي بيتعامل ازاي بحضاريه مع المدربين الاجانب وغيره بيتعامل ازاي، لا كلنا لازم نتعامل كده وكلنا لازم نساهم خلينا في شأنين في جهود الدوله ازاي فعلا مصر تطلع منها الصورة الطبيعية، مش عايز أقول الأجمل، لا تطلع الصورة الطبيعية وهي صورة حضارية جدا وصورة بتعكس قيمة شعب واستقرار وطن ووعي مسؤوليه. ده اللي لازم يطلع. لكنه الأهلي هو بيعمل كل ده، تقول لي الأهلي ما بيعملش حاجة للبلد، الأهلي ما بيخدمش الوطن، مين بيخدم الوطن في القوى الرياضية على هذا النحو؟ أفضل وأعمق وأكثر التصاقا واتساقا مع سياسات الوطن في كل عصوره بما فيها العصر الحالي. اللي مقدم صورة مشرفة بتذكر أكثر من الأهلي. مقدم صورة مشرفة بتذكر بكل خير لكل اللي اتعاملوا معاه في أفريقيا وفي أوروبا وفي على مستوى اللعيبة على مستوى المدربين على مستوى ده، حتى اللي هرب منك النهاردة كولوبالي ده حفي عشان يرجع والنادي الأهلي يسامحه. الناس حتى لما يحصل لحظة كده ينسوا ويكون في خطأ بيرجعوا يندموا. تعالوا نشوف مارتينيول منو الجوزيه وبيزور الأهرامات. تاني جوزيه اللي شفناه ده، كل الإيجابيات اللي شفناها في هذا المشهد على أعلى مستوى سياحيا وسياسيا وكل شيء من واحد يعد أسطورة. شوف لما منو الجزيرة يحط ده على صفحته والإعلام الغربي ياخد عنه، ده اللي أنا عايز أقوله. أليس نتاج العلاقة المحترمة السليمة المحترمة اللي هي حولته إلى سفير حقيقي لمصر في أي مكان؟ نفس الشيء بالنسبة لمارتينيول. شفت مارتينيول المدرب العالمي الكبير، لو في وقت كنا ننقل لكم كل التصريحات اللي قالها مارتينيول للإعلام الغربي عن النادي الأهلي وعن مصر، وده لازم يتعمل يا إبراهيم، لازم يعني كنا فعلا نتمنى انه وهيتسع الوقت ان شاء الله كيف يخدم الأهلي وطنه، الأهلي الوطني ودوره. عشان كده بقول لكم ده الأهلي الغالي على مصر الأغلى، ما يصرفش تصرف يحرجه بالظبط. يعني انت ابنك في بيتك ازاي يخدمك؟ انه يشرفك، انه يرفع راسك بتصرفاته، انه جيرانك تشكر فيه، انه منزل الشارع يقول لك ربنا يحميهولك، انت عرفت تربيه. هو ده
مش ان هو ينزل يبقى هو بيقول لك اجعل من يراك يدعو لمن رباك. احنا انا مفهومي ان هو ده العمل، انك انت تخلق عناصر طيبه لهذا البلد وتكون قدوه صالحه ليهم ككيان، تخرج منها الصوره اللي تليق بيها. ده عمق هائل جدا للدور الوطني. للدور الوطني. طيب في مصر اليوم حتى مارتن يول وهو بيكرم بعد ما وهو ماشي، اول تعليق له بعد اقالته من الاهلي، سامحوني لعدم قياده كارتيرون. الفريق كارتيرون سامحوني لعدم قياده الفريق للفوز بكاس الامم. ولما الاهلي بيدعو اي فريق، بصوا حتى الاشقاء الافارقه لما بييجوا يزوروا مصر جايين يلعبوا الاهلي، لكن انتوا متخيلين الافريقيه مش الامم. لا حتى اللي جايين يعني بعثه زي بعثه اطلع بره بطل جنوب السودان، دوله حديثه انفصلت عن السودان منذ بضع سنوات، لكن في اول زياره لفريق صغير منها جاي يلعب في مصر، شوفوا حرصهم على التواصل مع الاهلي، شوف سعادتهم جايين يلعبوا الاهلي فجايين يزوروا النادي. زي ما شفتوا حضراتكم الوفد بتاعهم اللي جاي يزور النادي، السفير المصري في ملابو بيتكلم ازاي على فريق كانو سبورت عايز يعمل تعاون مع الاهلي وعايز يستفيد. مصر لما بتنظم كاس الامم الافريقيه بابهار للقاره والعالم كله، صوره اكثر من رائعه في التنظيم. اسهام النادي الاهلي علشان يدرك انه الوفد الاعلامي كل الاعلاميين، انتم متخيلين لما يجي مندوبه وكالات الانباء والقنوات الفضائيه العالميه والافريقيه والصحف الاجنبيه يزوروا النادي فيطلعوا يتكلموا عن مصر ازاي؟ يتكلموا عن اللي شافوه من حفاوه واحترام وتقدير ازاي؟ الافارقه المعامله الطيبه الكويسه بتاثر فيهم جدا جدا، يلاقوا كل هذه الحفاوه. المركز الاعلامي للنادي الاستاذ جمال جبر وكل الزملاء معاه في المركز الاعلامي عملوا هذه الاستضافه ورحبوا بالزملاء الافارقه والاجانب. شوفوا كل المندوبين التقارير اللي كتبوها عن مصر كانت عامله ازاي. هو ده الدور الوطني. وعلى فكره لا الاهلي بيامن ولا بيجب على البلد، ده الدور اللي النادي الاهلي بيعمله، وده اللي بيخلي فيه انديه كتيره في الوطن العربي حريصه ان تبقى اسمها الاهلي مثلا، بتتاسى ويعني تاثير الاهلي موجود. ادي 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 يعني عمل لترويج الصوره الطيبه عن مصر واتكلموا عن مصر، عمل سياحي، عمل سياسي، عمل اقتصادي، حاجه يعني ما ينكرهاش الا. فما تقوليش الاهلي ما عملش حاجه والاهلي ما بيعملش حاجه، لا الاهلي ما بيشتمش. هو الاهلي بس ما بيعملش حاجه، الحاجه الوحيده اللي بيعملها ما بيعملش حاجه غلط. ما بيعملش حاجه غلط الاهلي انت معاك حق، الاهلي ما بيعملش حاجه غلط. ده وفد اطلع بره بطل جنوب السودان والعميد محمد مرجان بيطوف بيهم النادي وبيرحب بيهم. كل وفد بيجي لنا يا استاذ ابراهيم بيرجع. بصوا الناس بتمشي بانطباعها عن مصر عامله ازاي، بصوا المدربين اللي بيمشوا بيتكلموا ازاي، بصوا اللعيبه اللي بتحترف في الاهلي وبتمشي انطباعاتها عن مصر، مش عن النادي الاهلي بس، عن مصر. القيمه والحضاره والتصرف والقياده. مصر مش شتيمه، مصر مش كده خالص. ده الدور الوطني اللي الاهلي طول عمره بيلعبه وهيلعبه وحريص عليه، بيأديه لصالح هذا الوطن زي ما بيأديه للرياضه. هات لي منتخب عامل انجازات كويسه ما فيهوش الاغلبيه من لعيبه النادي الاهلي ولا من، لكن دور الاهلي بيلعبه على الصعيد الرياضي، صميم عمله. النهارده منتخب الكره الطايره في كاس العالم في اليابان، بكره ان شاء الله هيلعب الساعه 11 الصبح مع البرازيل. كسب مباراتين، كسب في المباراه الاولى كندا اعتقد، والمباراه الثانيه فاز على ايران، وبكره هيلعب مع البرازيل. 90% منه اهلي، 90% منه اهلي. زي ما وده الدور الحقيقي، الدور الحقيقي انت نادي رياضي، فشوف انت في الدور الرياضي كمان الدور الاجتماعي والدور الوطني والدور السياحي والدور التنشيطي والدور الترويجي
ودور القوى الناعمه اللي بجد، مش الشتامه، اللي حاطه مصر الام في اجمل وابهى صوره تستحقها. ده النادي الاهلي النهارده كل المنتخبات اللي حققت انجازات في الفترات الاخيره وحظوا بتكريم السيد رئيس الجمهوريه، منتخب اليد للناشئين اللي توج بكاس العالم، الاغلبيه من صفوفه من ابناء النادي الاهلي، في اربعه في القوام الرئيسي في التشكيل الاساسي. منتخب شباب اليد اللي خد ايضا البرونزيه في اسبانيا، سته في القوام الرئيسي. الاهلي وهو بيفوز بالبطوله العربيه لتنس الطاوله، انا بكلمكم على حصاد اليومين اللي فاتوا، في كل بعثه من دول الاهلي حاضر بانضباطه، بثقافته البطوليه، برعايته. هل معنى كده ان ما يحصلش غلط؟ ما تشوف بيواجه الغلط ازاي في ثانيه، ارحل في تنس الطاوله. ارجع. بصوا المغاربه الاشقاء في المغرب اتكلموا ازاي على قرار النادي الاهلي. الاهلي بيسحب اثنين من سته، من سته لاعبين اساسيين، 35% من قوتك، علشان ظهروا بمظهر لا يليق بصوره النادي الاهلي وبمصر. انت دايما وابدا حريص تحط بلدك ووطنك الغالي في افضل صوره يستحقها، وتحط ناديك الغالي عليك ايضا في الصوره اللي يليق بيك انك تمثل ده. زي ما المهندس عادل تسأل، ده نادي يتشتم؟ ده نادي يتقلل من دوره الوطني؟ نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف الكره الجميله وزياده الانتاج. الاهلي بين الامتاع والاقناع والكره الجميله وزياده الانتاج. استاذ ابراهيم، احنا كنا بنتكلم كيف كان الاهلي ممتعا الاسبوع او الحلقه الماضيه، وتزيد المتعه انا كنت قاعد كل لهفه اشوف، طب اما اخش بقى على الدوري المصري مع فريق عقر زي الانتاج ده، هنعرف نكمل التابلو الجميل والسيمفونيه الرائعه؟ ها؟ ايه رايك؟ شوف، دي الكره الجميله بجد، الفرجه على الاهلي بقت متعه، انتظار مباريات الاهلي بقى ليها لهفه وشوق عند الجمهور، الاحساس بالاستمتاع بعد المباريات بقى له معنى تاني. بس ده كله ليه؟ شوف في تقديري، يعني ريني فايلر قدر يستعيد للاهلي شخصيته. انت بتتفرج عندك احترام كبير للانتاج الحربي، طبيعه الكره اللي بيلعبها، التكتلات اللي بيعملها، الكونتر اتاك اللي اشتهر بيه الكابتن مختار، كل ده في مخاوفك. لكن يفاجئك فايلر بفريق كل مباراه بيستوعب لعبته اكبر قدر من المهام والفكر بتاع الخواجه. فالاهلي بيلعب كوره متحركه، دي الكرة المتحركة طول الوقت، انت بتخلق مواقف هجومية غير عادية طول الوقت، اللعيبة بتتنقل في اماكنها بشكل انسيابي جدا، الحركة بدون كرة عالية جدا، وده اللي بيعمل مش خلخلة، دغدغة. انت بتوصل هتلاقي حسين شكر هنا، وهتلاقي رمضان صبحي هنا، وهتلاقي قفشة في العمق، وهتلاقي مجدي فتحي جاي، وهتلاقي حسين الشحات، هتلاقي باستمرار الفريق في وضع حركة. الكرة الانزراعية اللي كان الله يرحمه الأستاذ نجيب المستكاوي بيتكلم عليها مش موجودة، أنت ما حدش بيباص وبيقف، الكل في حالة حركة وانسيابية وتناغم. فخلقة مع الجانب المهاري الكتير المتوفر، مع نقطة مهمة جدا اللي الراجل قدر يعملها، أولا طبعا هايل الشغل البدني، لأنه اللعيبة اللي بتشارك طوال الفترات، هذا التدوير اللي حاصل بين اللعيبة يا باشمهندس مجهز لك اكبر عدد من اللعيبه، خالق حاله تنافس عاليه جدا بين اللعيبه في كل المراكز، مدي قاعده لكل لاعب انه العدل المطلق موجود، فرصتك هتاخدها. انت النهارده أليو ديانج بيلعب مباراه اساسي المره اللي فاتت وكل الناس تشيد بيه، المره دي بره ال 18، مش تقليل منه، لا، لانه الراجل قال كلمه يا باشمهندس، انا ما عنديش حاجه اسمها تثبيت تشكيل، عندي حاجة اسمها ظروف المباراة
وامكانات المنافس وباصص للي بعديه، فهلعب يريح ناس وعنده بلان لماتشات عنده بلان، ما بيلعبش بوحده منفصله، عنده مباراه جايه، عنده ثلاث مباريات جايين موزع الجهد عليهم، عنده تدرج في المستوى لبعض العناصر، عنده رغبه ان يدخل الجميع في الجاهزيه او الحاله اللي تناسبه. الشعور بالعدل، الحاله البدنيه الجاهزه، السعادة اللي موجودة، اللعيبة بتلعب باستمتاع. بس أنا عايز أقف عندي دي. أيمن أشرف في الانترفيو مكادة وراح قايلها في النص كده بعفوية، إحنا مستمتعين وإحنا بنلعب. لما تشوف الملعب دي لعيبة بتقول ما تيجي نلعب كورة. بالظبط. زينا زمان ما كنا نحب نلعب كورة للمتعة اللي ما فيهاش مسؤولية. صحيح. عدوا حتة المسؤولية لأن هم هم بينزلوا الحمد لله بيحققوا النتائج، فاصبح دلوقتي بيلعبوا مع بعض بيستمتعوا مع بعض. بالظبط. فانت بتقول اللعبه من الحركه، انا في الكوره بتاعت اجاييه في الجون الثاني، ها ده واحد بيلعب كوره مع زمايله راح مهابر وراح مباص الكوره وجاري ما بيوقفش. بص، جونيور اجاييه لاي منافس في هذا المركز هو اللهو الخفي، محدش هيشوفه الا وهو مع الكوره. يعني ربنا يديله الصحه بقى، هو خليط من مؤمن واخد بالك وانطوي، يعني لحظه يديلك مهارات جون انطوي، لحظه يديلك مهارات انقضاض مؤمن لا الحركه اللي بيجيلك من ورا مؤمن كان حاجات، يعني السلو باس اللي اتلعب ده هو ما خدوش في رجله، هو لعبه له في مساحه فاضيه وجري علي معلول يعني زي الاشاره بالعيون، اجري في الحته دي هتلاقي الكره هتقابلها، راح جاري متحرك راح مديله الكره قبل ما يتحرك قابلها، كل دوره يعني كره هايله جدا وعبقريه جدا الجون الثاني بتاع، وده كمان ما فيش جون وحش. متعه لانه ما دام الراجل جهز اللعيبه بدنيا صح، فرض عدالة بينهم، حسس كل واحد انه فرصته موجودة، مش موجودة عشان تدخل وتقعد على الدكة، موجودة ان انت تلعب اساسي. بص كل المراكز المهمة باشمهندس هتلاقي فيها لاعب بس بقى ايه، يعني يا رب نكمل على كده، لان انا عاجبني العلاقات اللي بين اللعيبة. ايوه. عاجبني ان اللي بيخش بسعادة، واللي بيخرج برضا. و أزارو شوفوا هو واقف متحفز وينزل مندفع وجري، لا واحد مندفع يلعب بسعادة، زي ما انت قلت السعادة والمتعة جزء مهم جدا لما يتصدر للفرقة يتصدر للجمهور. هو ده الدور. هو أنا لما أخلق مزاج شعبي عام في هذه السعادة وهذا الرضا، والناس بتنام مستريحة، والناس مبسوطة جدا من مستوى الكورة، والناس فرحانه باداء الاهلي، وانا ما بسعدش الناس؟ طيب انت بتسعد الناس وبتصدر لهم السعاده والمتعه، ليه امل ورجاء ان الجمهور يصدر لهم السعاده والمتعه. ايوه. بلاش نقعد كلنا لازم نثبت ان احنا عارفين قوي وعارفين اكتر من الناس، ونقعد نقول الافيهات اللي تضر. هو اللي يجيب الجول لازم يبعد، فلان مش هتشوفه الماتش الجاي. يا سيدي انت بتقولها بدعابه، بتقولها بانك انت لاحظت الراجل بيدير موسم ما بيديرش مباراه. ما ينفعش ان نقعد الطريقه دي بتجيب احباط. صحيح. ما ينفعش ان انا اتكلم على اللعيبه بالباصه وبالكوره وبال لا، هو كمان لازم ان يلاحظوا حاجه، فايلر واضح انه مدرب استراتيجي مش بتاع قطعه، بمعنى انه بيدير حاله كبيره، مش باصص في الحته دي بس، لا بيديرها دي كلها. يعني هو شيخطه يعني فحاطط في ذهنه استراتيجيات، وصفها بان له مشروع. ايوه مشروع، يعني مشروع هدف، مش عنده اهداف، عنده هدف كبير، وعارف اولا عنده هو دلوقتي اختبر في ايه؟ دي المباراه الخامسه له مع الاهلي. طيب وفق في افريقيا في المباراتين وعمل احسن نتائج، خفاف ماتشين خفاف بس في النهايه لعب كره حلوه، في النهاية جاب نتائج كويسة، في النهاية سجل أهداف، في النهاية خلق مواقف هجومية هايلة جدا وعالية قوي، خد السوبر وماشي في الدوري بالعلامة الكاملة.
دلوقتي هو متساوي الاهلي والزمالك وبيراميدز. بيراميدز يمكن بفارق لانه بيراميدز عنده 6 اهداف وعليه 1، والاهلي عنده 5 اهداف وما عليهوش. والزمالك التلات انديه عندهم 6 نقاط كل نادي. فانت الزمالك هدفين. الزمالك اقل اهداف يعني. لا انت عايز ترتب الجدول. بيراميدز اهلي زمالك. بيراميدز اهلي زمالك، لكنه زي ما بقول لكم في الدوري انت طالع الاول مع بقيه المنافسين. في السوبر انت خدته على حساب الزمالك المنافس المباشر. في البطوله الافريقيه انت افضل نتائج، انت صاحب افضل عوائد حصلت في عدد الاهداف في الجولتين اللي اتلعبوا. اذا انت ماشي على الطريق الصحيح، انت ماشي صح. يبقى زي ما المهندس عادل قال، حافظ يا جمهور يا اهلي على هذا المناخ، سيبوا التجربه تكتمل بقى. ايوه بلاش الملاحظات الكتير. ومش ضروري تكتمل من خلال فكري انا وحضرتك ومحمود جاري وحسين صاحبي، مش لا، خليها يعني، خلي دورنا دلوقتي ان احنا نستنى ونستمتع. طيب صديقك العزيز حامد عز الدين قال تويتر: اما انا الاوان لكل من انتقدوا وتحملوا على ريني فايلر انه يعتذروا. الناس بتعتذر من نفسها، ناس كتير جدا بتقدم اعتذار، بس انا مش عايز برضو ان انا اقول لهم اعتذروا في واحد ماتش ولا لا قدر الله يحصل حاجه اقول لك ادي اللي بتقول اعتذر، طب انا سحبت اعتذاري. مش عايز، انا مش عايزها كده. انا عايزها طالما ان انا توسمت ايجابيات في الراجل ده وتوسمت قدرات في الفرقه بتاعتي احافظ على المناخ ده. انا عايز افكرك بحاجه كنت عايز تتكلم فيها انت الاسبوع اللي فات ونسيت، بس ده ميعادها وده مكانها. انه جمهور الاهلي يرجع زي ما كان يثق في الاختيارات ويدعم. متلقي. ايوه انت المتلقي، خليك واثق انه القائمين على الامر. مش انك تبقى متلقي سلبي. لكن انت المتلقي يعني ايه؟ يعني ده ناس بتشتغل وبتدي لك نتاج عملها، طالما ان هم ربنا موفقهم ما تلخبطهمش، سيبهم ماشيين زي ما هم. ما تلخبطهمش، حتى لو عندك فكره احسن. مش تملي الفكر الاحسن معناه انه يجيب النتائج الاحسن. لان في واحنا كنا يعني انا كنت مسؤول عن فريق تنس الطاوله. فيجي لك جلال عز رقم 1. فعندي لعيب مثلا اسمه سعيد حلمي، ربنا يديله الصحه ومسيب الخير. سعيد حلمي ده كان لعيب عشوائي ضريب، بس كان بحالات لو مشيت معاه ما حدش يقف قدامه. لكن وانت بترتب الرانكينج والترتيب لا ما بيتحطش جنب فلما تلاقيه في حاله متقمساه يقوم يقول ايه؟ طب الماتش الجاي اقول لهم سيبوه طالما ان ربنا موفقه سيبوه يعيش الحاله بتاعته ويكملها. ده اللي انا عايز كده، عايز ان طالما فرقتك بتديلك ومدربك خلاص بيقول لك انا لا انا عندي فكر وانا راجل يعني اعرف ادير الفريق واعرف احط له تكتيك واعرف، سيبه حتى لو انت عندك افكار احسن من اللي بيعملها. مش عايزين نربك حد، عايزين نشعر الناس بدفء الانتماء ودفء الدعم، مش الخوف من النقد المستمر. يعني ارجو ان انا اكون عرفت اصيغها يعني. ده الصح قوي. طيب المردود الصحفي لفوز الاهلي برباعيه هي الاعلى في تاريخ لقاءات الاهلي والانتاج الحربي. الاخبار قالت: هزم ابناء مختار برباعيه نظيفه، الاهلي يواصل زياده الانتاج في الدوري، وفايلر يؤكد بصماته. الاهرام: الشياطين الحمر يتلاعب بابناء مختار، اهلي فايلر الجديد يوقف عجله الانتاج المستسلم ويكتفي برباعيه نظيفه. لاحظوا الاشاده بفايلر موجوده في كل عنوان في الاخبار وفي الاهرام. عشان هيطلع لك حد يقول لك اصل الانتاج الاسبوع اللي فات كسبان كام؟ كسبان بالثلاثيه اظن. طيب فكرونا 3-0. الاخبار المسائي: الاهلي يبدع، الاحمر يقصو على الانتاج برباعيه للشهره، وفايلر يواصل التالق. قالت كمان الاخبار المسائي: الاهلي يبدع برباعيه امام الانتاج، المارد الاحمر يواصل تالقه مع فايلر ويصل الى النقطه 6 بالدوري. الاهرام المسائي قالت: الاهلي مدرسه،
اكتسح الانتاج بالأربعة في السلام، وفايلر يتلاعب بمختار، رمضان والشحات وأجاييه وسليمان يدقون الشباك عامر. ما بحبش أنا بس حتة يتلاعب بفلان، يعني بنتك على الناس. مش يومه، ما حدش بيتلاعب بحاجة. هو حتى كابتن مختار بعد الماتش قال ده أسوأ مباراة ليا في الدوري. يعني وهو بصوا، أصل طلع حد يقول لك ما هو مختار ما بيكسبش الأهلي. لا، الأهلي السنة دي كسبان الكل. زي ما اتقال لك ما هو الأهلي لغاية دلوقتي ما لعبش فرقة جامدة. إزاي يعني؟ ازاي لغايه دلوقتي ما لعبش فرقه؟ سموحة الزمالك فرقه جامده، انتاج وسموحه فرقه جامده، والانتاج فرقه جامده، ولا دول مش جامدين؟ ف ما نظلمش مختار لانه الاهلي فايق بشكل والحمد لله عالي. امسك الخشب بقى يا اخي باذن الله تعالى. طيب، اذا كان ده المردود الصحفي، استوديوهات التحليل رؤيتها للي حاصل ايه؟ مدى استيعابهم للي بيحصل من فايلر ايه؟ ايه سببه؟ ايه ظروفه؟ ايه اسبابه؟ بداية المحللين الكابتن محمد صلاح، او في محللي اون سبورت بيتكلموا سوا برأي جماعة كده، نشوفهم مع بعض عن إيه؟ الاهلي افضل ولا الانتاج سيء؟ هو انا لما بكسب عشان انا كويس ولا علشان انت وحش؟ بالمناسبة هي علاقة مرتبطة، انت وحش عشان انا كويس، وانا بقيت كويس عشان انت وحش. هي ديت مفيش حد يقعد يناقش القضيه بالطريقه دي. ده مش منطق. لكن انا اللي خسرت مش انت اللي كسبت؟ يعني انا اللي خسرت مش انا؟ ما انت لما تخسر طب ما كسبتش ليه؟ ما انت بتخسر انا بكسب، لما بكسب انت لاند على تبقى خسرت. هي ديت علاقه سببيه مش علاقه تنافسيه متضاربه. لا، علاقه سببيه. ما تحط نفسك ثلاث اجوان ما لهمش مبرر، مش او انا العب وحش وانت واكسب يعني؟ لا، ممكن تخطف جون، واخد بالك؟ ما انا بقول لك ما استحقش، يعني ما كنتش جدير بالمكسب، لكن العب حلو واكون جدير ومستحق للمكسب. وعشان كده انت مستواك اقل، لانه هي فوارق قدرات وظروف مباراه. مش كل مباراه الاهلي ممكن يكسب بمكسب كبير، لكن من المؤكد انه الجهاز هيسعى انه كل مباراه يقدم افضل ما عنده. اللعيبه تنفذ او ما تنفذش، الملعب يفرض ظروفه ازاي، يعني المنافس عامل ازاي، دي كوره. انا عايز اللعيبه تفضل جعانه. ايوه، جعانه مستمتعه. جعانه زي انا وانت دلوقتي. انا وانت مستمتعه. يعني جعانه ايه؟ جعانه للكوره، جعانه للابداع، جعانه للنتائج. ما تحسش مره ان احنا استرخاء او بالزهو. لان ده بيعمل حاله من التعالي. والتعالي خطر. هو ما في مباراة إلا هتلاقي فيه تلات أربع عناصر اتشالوا من التشكيل ودخل عناصر تانية. ممكن ده يكون برضو حافظ على الدوافع. بالظبط. نشوف محللي أون سبورت. عندي سؤال، وعندنا شوية حاجات للتحليل. كويس. ماشي، هل الأهلي كويس قوي ولا الإنتاج اللي وحش قوي؟ لا، الأهلي كويس قوي. طيب، قوي قوي. حلو، نسأل نفس عمرو نفس السؤال. الأهلي كويس طبعا. طيب، كابتن أبو جريش. الفرقة تفرح بسرعه. الفرقة تفرح بسرعه. كابتن ابو العيله، فك عن نفسك كده. وده كده زي ما تسالوني اسئله صعبه. ده السؤال الثلاثه، وانا قلت لك لا اله الا الله ولا تجاوب. بره المنهج كله. لا، بره المنهج. هم غششوك. لا، انا اقول لك، انا وجهه نظري ان الاهلي كان كويس جدا فعلا. نعم. لكن الانتاج الحربي من اسوء المرات اللي لعب فيها فرقه كبيره. النهارده سوء حاله الانتاج الحربي دي حقيقة. ويمكن كان حظه حلو الشوط الاول انه ما دخلش فيه اهداف كتير، لكن ما عرفش يستغل حظه الحلو انه ما دخلش فيه اهداف كتير. والشوط الثاني لما ظبط شويه بس ما ملاش نص الملعب، لا ما كانش صالحه. لكن هو الاهلي مفيش شك، يعني قراءه جيده المدير الفني. اللعيبه جوه الملعب حافظين اماكنهم، وفي توازن وفي دوتوات موجوده وثنائيات وثلاثيات 1 3 1 2 واطراف، يعني كل حاجه شغالين فيها. ضربات ثابته فيها تريكات، يعني في حلول كتير قوي قوي. جابوا على السؤال اللي كنا بنتكلم عليه. هو الاهلي كويس ولا الانتاج؟ لا، لازم يكون الاهلي كويس اما يعمل فيه ابداع. ولذلك ابتعد الانتاج عن المستوى. انت اللي فرضت عليه شخصيتك. طيب، كابتن محمد صلاح ابو جريشه، وده واحد من الموهوبين الافزاز القلائل في تاريخ الكوره الاسماعيليه كمان، يعني اسماعيليه دايما بتنجب المتميزين، كان واحد من سلاله ابو جريشه الموهوبين. محمد صلاح ابو جريشه كان مهاجم يفرح هايل. انت كنت قربت منه مش كده؟ كتير. طب خلاص بقى، يعني فاتت المده ان انت تكشف. لا، بص، عيلة ابو جريشه طبعا، بص، في عائلات ما ينفعش. عندهم الكابتن عادل ابو جريشه اهلاوي. ايه ابتدى في نشئ الاهلي.
واخد بالك؟ ولا زال اهلاوي جامد. ولكن محمد كان ايقونه في الاسماعيلي. اه. فبرضه بتيجي لحظه بيراجع نفسه وبراجع نفسي وبراجع يعني بتحس انها يعيد اللقطه بتاعت رضا الله يرحمه. انه يجي الاهلي والاهلي يرجعه. رضا عبد العال؟ لا رضا الاسماعيلي. رضا الاسماعيلي قصدي. رضا الاسماعيلي. لا هو ما وصلش انه جه ورجع. محمد ابو جريشه كان فكر. يعني وقعده. ما تيجي سنه كده عندنا امل يعني. هو الراجل كمان دمس الخلق جدا يعني. لا لا محترم. يقول لي والله يا ريت لو ينفع. هو حاسس ان قال ابو جريشه دول مركز اسماعيلاوي. بصمه. قيمه في الاسماعيليه الحقيقه. طيب كابتن محمد صلاح ابو جريشه للكابتن احمد شوبير. الهارموني بتاع الاهلي مع فايلر ليه كده ازاي؟ نشوف ابو جريشه. في هارموني سريع قوي في النادي الاهلي بصراحه. يعني تحسب قوي لفايلر ان هو من المدربين اللي قدروا يتاقلموا على طبيعه الدوري المصري او اللعب المصري بمعنى صح في سرعه. من الصعب ان انت كمدرب ان انت تيجي تفهم اللعيبه بالسرعه دي وتقدر تعمل التوليفه السريعه دي في توقيت قليل وفي نفس الوقت جايبه مكسب واريحيه في الاداء. مش بس ملك المكسب. ملك الادوات بشكل كويس. مش بس المكسب من غير اداء ده. يعني انت ممكن تكسب في الفتره الاولانيه والناس تتغر بالنتائج ان انت ماشي كويس، لكن مكسب مع اداء والتوليفه اللي معموله بالاداء والجماليات اللي احنا شفناها النهارده دي حاجه الحقيقه. يعني طبعا بالاستمتاع بالتحليل ما حد بيشكر في الاهلي، احنا بنبقى مستمتعين فحاجه جميله جدا. بس انا عايز اتوقف والكابتن محمد ابو جريشه بيتكلم. جه حسين الشحات كان هيشوط وبعدين لمح الكابتن وليد سليمان راح مديله الكوره. كابتن وليد سليمان بقى الجون ده لازم عايز اتكلم فيها يا استاذ ابراهيم، لانه بينطق بالفكر والحساسيه. يعني خدها من لمسه واحده مش قويه لكن متوجهه قوي جنب في زقر العارضه. يعني جنب العارضه خالص باحساس عالي جدا وفكر اعلى. يعني الفكر بتاعه انها تتلعب كده يوم ينفذها بالحساسيه دي بكل حاجه صح. الراجل ده بطعم مختلف مش عايز مناقشه يعني. طيب عمرو الدسوقي. عمرو لا محمد ابو العيله. محمد ابو العيله الاول. التدوير بقى. لانه من ريني فايلر، انا بقول من والجوزيه، واضح ان الاثنين اسمائهم او بصماتهم بدات تقرب من بعض. ده اقرب واحد لمين؟ لمانويل. لا فايتس. لفايتس المجدد. مجدد الهادئ جدا الصارم جدا الذي يتخذ اقوى القرارات. وهو يبتسم ولا ومحدش زعلان منه. صحيح صحيح. لا المطور كمان الفير جدا اللي كان بصمته على الفكر الكروي نفسه اللي غير الطرق وغير اللعيبه وطلع ابداعات. هو فايلر لما جايه يختلف معاه ورمضان صبحي يختلف معاه وحسين الشحات يختلف معاه وتبص تلاقي الكابتن احمد فتحي عنده نفس كلهم مستوياتهم اختلفت في وجوده. مش اختلفوا معاه، اتخانقوا معاه. لا اختلف في وجوده يعني. ايوه يعني مستوياتهم اتغيرت. طبعا دي حاجه جميله يعني. صحيح. طيب نشوف الكابتن محمد ابو العيلة عن رؤيته الفايلر والتدوير. انا عجبني يا كابتن حاجه ان هو مخلي اللعيبه كلها واقفه على تعطيف صباح. حلو. يعني النهارده هاني لما خد انذار فحس بقلق مطلع هاني فتحي على طول يعني دخل الملعب وتحس ان فتحي بقاله كتير. مظبوط. عجبني جدا، عجبني جدا فكره ان انت النهارده جاي جاب جون وكان قبليها ممكن يطلع مطلعه ونزل ازاره فاللعيب في ظهر اللعيب على طول. النهارده وليد سليمان نزل مكان رمضان صبحي، رمضان صبحي هدف واللعيب ماشي كويس جدا. قام مريحه بعد ما النتيجه ارتاحت، نزل وليد سليمان جاب له جون كمان. فانا عندي كل اللعيبه لما بتدخل عامل نوع من انواع الروتيشن وكلهم رجلهم في الملعب فبيضغطوا على بعض. مفيش لعيب ممكن يريح، مفيش لعيب ممكن يحس ان هو حتى لو انت اعتمدت عليه اللعيب التاني بره الفورمه او مش جايب فورمته. لا كله يعني زي ما بيقولوا ميه واحده، يعني على ميه واحده وعلى رتم واحد، ودي بتبقى حاجه بتفيد الجهاز الفني والمدير الفني. ده عاجبني فيه ان هو عاملها
بذكاء. يعني في واحد يعملها بغشوميه لا بيعملها بيختار توقيت فده في بعد نفسي وتعامل نفسي مع اللعيبه. يعني نجم زي وليد سليمان او نجم زي رمضان صبحي او النجوم الموجوده زي حسين شحاته انه مثلا يفضل مخليه او قفشه كل واحد لما يديله في الوقت المناسب ده يساعده ان يظهر. نعم. صلاح سليمان اعتقد في وقت من الاوقات هياخد في وقت معين. نعم. صلاح محسن صلاح محسن في وقت من الاوقات هياخد. وليد سليمان ماشي في التمرين هايل يعني كلهم الحقيقه. انا كنت امبارح في النادي فعندهم اشاده غير عاديه بيقولوا الولد مش متضايق لانه عارف انه هيلعب حاله. هو ده اللي انا بتكلم عليه يا كابتن. الراجل موصل للعيبه دي وهو ده اللي مخليهم كلهم في ظهر بعض. نعم. يعني لما يكون مش عارف انت الماتش الجاي فتحي ولا هاني اللي هيلعب مش عارف وليد سليمان ولا رمضان مش عارف اجاييه ولا ازارو مش عارف صلاح محسن ممكن يشتغل ولا لا مش عارف السد باكات ممكن كمان يبقى مين فيهم اللي متغير. حسام عاشور نفس الكلام لو فورمه وجاب ماتشات هيبقى في ظهر السوليه وفي ظهر حمدي فتحي. علي معلول عامل جبهه هو بيتعامل مع حسام عاشور باحترام شديد جدا وده حاجه وكل ما بتيجي فرصه بيديله الحقيقه. عشان كده قلت لحضرتك يا كابتن البعد النفسي مهم بشكل كبير. فطبعا انا والله فعلا من الحاجات اللي انا فعلا يعني البوينتس اللي انا كاتبها ان انت تعرف تدير النجوم اللي موجوده دي كلها ده صحيح. وانك تعرف تخليهم منافسين لبعض بس من غير ما تخسر حد فيهم. نعم. فهو الى الان ناجح فيها. الى الان كلهم ان فورم في الفورم بتاعتهم كلهم اللي بعيد كمان بيجيبوا. يعني مفيش حد تحس انه بعيد او مفيش تحس ان في فرق كبير جدا في المستويات اللي بينزل او من التغيير. فدي حاجه تحسب له. كنت بتقولي تعليق واحنا كنت بقول لك الراجل قدر يوصل زي ما ابو العيله بيقول. طب لما حسام عاشور يرجع لما فلان يرجع لما فلان يرجع كل دول لما هيرجعوا هيلاقوا فرصهم موجوده. الراجل قادر يعمل خلطه فيها اعلى درجه من الكفاءة الفنية والقدرات التكتيكية والحالة الذهنية النشطة. هو ما بيهمش الحالة المزاجية السعيدة يعني ما بيسيبكش مرتاح في مكانك بالظبط. والدرجة البدنية الخمس حاجات مجموعة كتيرة من اللعيبة عالية تكتيكيا في هارموني واحد من الناحية الفنية بدنيا فايقين على المستوى الذهني متقبلين وسعداء. فالنتيجة بالشكل العام تكون هذه الخلطة. بس اللاعب ده بالذات كان يحتاجه الأهلي. هو مين؟ نشوف عمرو الدسوقي اختاروا مين. عايز أقول إن النادي الأهلي النهاردة يعني قدم يعني من أحسن الأشواط اللي قدمها في فترة قليلة جدا من سنين. الشوط الأولاني من حيث الضغط. نعم. الضغط كان في ضغط كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي في الشوط الاولاني لغايه الدقيقه حاجه و30. نعم. جري معدلات جري كبيره جدا. عايز اقول ان ترجم الشكل دوت الشكل الكبير جدا لقفشه في نص الملعب. نعم. قفشه كابتن يعتبر هو جديده جميله. نعم. الترس الوحيد اللي كان ناقص فرقه النادي الاهلي قفشه. الترس الوحيد اللي كان ناقص فرقه النادي الاهلي. نعم. بعد وجود قفشه في النادي الاهلي اعتقد ان هيحصل الالتزام بشكل كبير جدا ما بين لعيبته. يعني يعتبر انت بتخلق عبد الله السعيد جديد في النادي الاهلي. صحيح. وده حقيقه وبان دلوقتي. يمكن احنا السنه اللي فاتت كان موجود حسين الشحات وكان موجود رمضان صبحي ولكن الاداء بتاعهم ما كانش بالشكل ده وما كانش بالوضع ده. عايز اقول ان لعيب في نص الملعب بحجم المهاره اللي موجوده لقفشه هتقدر تسهل بقى لشغل رمضان صبحي. هتقدر تظهره. هتقدر تظهر يعني حسين الشحات الشغل اللي بيتعمل بشكل كبير. فاعتقد ان النادي الاهلي موفق جدا في الصفقه ديت. نعم. اعتقد ان هي من افضل الصفقات اللي اتعملت. نعم. وفعلا هتظهر الشغل بتاع المدرب بشكل كبير جدا. قفشه يعني مهم جدا للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه. الحقيقه أنا عاجبني ان كل واحد من الخبراء لمس على نقطه حقيقيه مهمه. يعني انا كنت عايز اجل اخر حاجه الكلام في الضغط لان الحقيقه من السنه اللي فاتت كان احد العيوب الكبيره اللي فقدها الاهلي عمالين يتكلم على شخصيه الاهلي اهم ملامحها ان ما كانتش تدي فرصه للفريق اللي قدامها انه يستلم كره ويلعب مرتاح. وعشان كده كان الدفاع ورا مرتاح ما كانش مظلوم زي السنه اللي فاتت وجزء من السنه دي لان كل الناس كانت بتروح مرتاحه. يمكن عمرو دسوقي اتكلم على الضغط لانه هو مدافع ولاعب كان مدافع في النادي المصري لاعب كويس قوي فاهم يعني ايه انك انت الفريق لما يضغط فردي وجماعي عايز لياقه بدنيه قد ايه. ها
قلنا لازم هدف طبعًا. يعني مش اي جون يطلع حاجه زي كده. خلي بالك عارف ايه اللي فرق معاه؟ رد فعل خطوات. برافو عليك خطوات. برافو عليك خطوات. طبعا فوتورك بتاعه طبعا فوتورك هاي الخطوتين هنا. بص يا ريت يا وائل عندي زاويه ثانيه نعيدها ممكن نشوفها حتى على الشادو بتاعه او الخيال بتاعه. هنا فرق في حارس مرمى يا جماعه ودي دروس لاولادنا ولاخواتنا انه تلاقي حارس بيرجع انت مش هتصد لما تتقدم صح لما ترجع انت هنا بقيت حارس مرمى هاند بول بالظبط. الكرة دي يعني مرتين كادت تكون هدف. الانقاذ طبعا العالمي اللي انقذه الشناوي بيقول ان هو جاهز تماما الحمد لله بس جول كبير ما شاء الله وهو موهوب وعنده امكانيات والمدرب بتاعه قال تعليق هايل جدا ما تقالش على حد قبل كده قال انا ما دربتش واحد زي الراجل ده قبل كده وده مكانه اوروبا. فعمل انقاذ جميل جدا بس رجعت للفيرويد اللي قاعد على الارض واللي كان اوفسايد وما اترفعتش الرايه. الكره دي لو كانت جت جون كانت هتعمل مشكله كبيره جدا. طيب شفنا بقيه الكباتن المحللين مهم كمان نشوف الكابتن حازم امام عن ايه تميز الاهلي. كابتن حازم شايف قوات او شايف خلق المساحات في النادي الاهلي في الدفاعات ما بين الخطين احسن حاجه الاهلي بيعملها مع الراجل ده التحرك في كوره كتير قوي يا تامر هو ده اللي مخلي الاهلي ناجح. بص 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 يعني كل اللعيبه بتتحرك من غير كوره وانا كلمتك على كورتين الجون الثاني والثالث التحركات من غير كوره هي الاهم وهي اللي بتخلي اللعيبه بتتحرك كويس وهي اللي بتخلي لعيبه الاهلي بتوصل للجون كتير مش اللي معاك كوره هو المهم الا من غير كوره هو المهم. بص التحركات كلها من غير كوره اللعب على ان اقطع من جوه الملعب بشوف الاهلي هجوميا منظم جدا اللامركزيه موجوده لكن اللعب من غير كوره او التحرك من غير كوره هو ده البطل الاول في الفريق الاهلي مفيش تقل مفيش حد بيمسك كوره كتير لمسه ولعبه يمكن عشان بدايه موسم يمكن عشان بدايه موسم هي طريقه لعب الله ممكن طبعا اكيد بدايه موسم تبقى الناس كلها فريش والناس كلها طبعا لسه واقفه على رجليها. انا بتكلم على اسلوب اللعب على طريقه اللعب اللعيبه وهي من غير كوره بتعمل ايه ما حدش بيقف يستنى على كعب رجله مستني الكوره كل واحد هتلاقي واحد من نص الملعب كان السوليه عبد الفتحي جايب الكوره هتلاقي دايما في تحرك هتلاقي ممكن حسين يخش لجوه هتلاقي هاني بيطلع لبره هتلاقي اجايب ينزل يستلم في ثلاث حلول لكل واحد اللي حامل الكوره بيلاقي واثنين وثلاثه مش هيلاقي مثلا في لقطات كتير بتيجي اللعيبه يقعد يشاور عايز حد يتحرك مش هتلاقيها معموله في الاهلي كتير اليومين دول هتلاقي دايما وهو ماسك الكوره في عنده واحد اثنين وعنده ثلاثه ودي معناها في تحركات كويسه من غير كوره في جمله معموله ان لما يبقى واحد في نص الملعب معاه كوره المفروض يظهر له هنا واحد المفروض يظهر له هنا واحد عشان حلول كتيره للاعيب انه يقدر يتحرك او يتصرف في الكوره صح بتسهلها عليك المنافس حسب قدرته او بتصعبها عليك لما المنافس يبقى اصعب طبعا بتبقى الحلول اقل يبقى دايما الكرات الفرديه ممكن تزيد اكتر لكن لما يبقى عندك مساحات لا بيبقى اكيد عنده حلول وبيعرف يتصرف زي النهارده شوط تاني مساحات كبيره جدا ورا وهاب اونانو خاصه ناحيه اليمين يعني انا شايف ان جبهه الشمال الاهلي للشمال هي اللي عملت الماتش هي اللي فتحت الماتش وهي اللي ركبت الاهلي المباراه وهي دايما كانت مفتاح الفوز علي ورمضان يعني يبقى بعد الضغط التحركات بكوره بدون كوره حاجات كلها حصلت في الملعب كله بيخلق مساحات وكل ده لما اتجمع مع بعض يعمل لك الحاله الجميله دي اللي بيتكلم عليها الكابتن حماده صديق النادي الاهلي ادار الريتم المباراه زي ما هو عايز امتى كان بيهدي يمكن بدا الشوط الثاني في هجوم ضاغط من الانتاج عايز يعوض الهدف الاهلي رجع خد مواقف دفاعيه بشكل سليم وهدم تماما ابتدى يعمل استحواذ ومره واحده نشط بطريقه فيها سرعه الريتم نجوم الاداء في النادي الاهلي رمضان وحسين الشحات جناحين عملوا فارق كبير جدا طبعا في جاي يتحرك كويس مجدي قفشه التين الديفندر زي ما قلنا الواجب لكن بتكلم على الناحيه الهجوميه محور هجوم النادي الاهلي عن طريق رمضان اكتر وبعديه حسين الشحات عملوا خلق المساحه عملوا صناعه اهداف سجلوا عملوا كل حاجه في الكوره في الجزء الهجومي النادي الاهلي طول الوقت زي ما قلت لك نجاحه كان قرب الخطوط في دفاعي وهجومي النادي الاهلي بياخد الكره الثانيه مستريح تدوير الكره بشكل جيد الاستحواذ بتاع النادي الاهلي كان واضح جدا النهارده يا جايه كان ليه دور كبير في خلق المساحات وفي دفاع الانتاج يمكن ما عملش يعني ما كانش فيه مجازفه من الطار
برغم النتيجه 1-2 كان لازم يعمل مجازفه هجوميه. نعم. طيب سمعنا راي الناس كلها، مش عايز تسمع راي فايلر عريس الليله؟ عريس الليله بقى، ونشوف في المؤتمر الصحفي ونشوف بيفكر ازاي. انا سعيد جدا للفريق ولكل الناس اللي ورا الفريق، فريق النادي الاهلي. ان كسبنا المباراه النهارده واحرزنا 4 اهداف. On a dominé la première mi-temps, on a que marqué une seule but. On a eu des possibilités pour marquer le deuxième ou le troisième but déjà la première mi-temps. تساعدنا اللقاء في الشوط الاولاني وجبنا جون واحد، وكان في فرص نسجل جونين كمان بس ما حصلش، يعني ما ترجمناش الاهداف. جات لها فرصتين بس ما ترجمناش الاهداف. Après la pause, on a eu 10-15 minutes un peu de difficultés, mais on a aussi eu une sommage de El Genari qui l'a très bien fait. بعد كده بعد رجوعنا من بين الشوطين كان في اول 10 دقائق او 15 دقيقه كان فيهم صعوبه، والشناوي انقذ كوره كانت ممكن تغير المباراه، كان فيها صعوبه. بس برضه رجعنا تاني للقاء وجبنا 3 اهداف وتساعدنا اللقاء لغايه اخر، وانا زي ما قلت في الاول انا سعيد جدا بالفوز بتاع النهارده والاربع اهداف اللي احرزناهم. Vous avez pour la victoire. Après 5 matchs joués avec le club, est-ce que vous tombez sur la formation de Zébion ou bien vous avez toujours fait un tour de rôle déjà? Je regarde tout le temps deux matchs à l'autre. Hein. Il ne faut pas penser trop loin à l'avenir. Je regarde maintenant qu'est-ce qui se passe pour le. انا بشوف طبعا بمشي ماتش ماتش، ببص على المباراه مباراه، مش عايزين نستعجل على موضوع التشكيل، انا مركز في ماتش ماتش، خصوصا الماتش الجاي ده كمان 3 ايام. طبعا طبعا احنا محتاجين طبعا اكتر من لعيب في كل مركز، عشان كده بجهز كل اكتر من لعيب في كل مركز وبجربهم، عشان كده انا ما اقدرش اقول لك الماتش الجاي مين هيلعب لان كل ماتش ليه ظروف. طبعا في صعوبه ان احنا هنسافر طيران وهنلعب هناك درجه حراره عاليه، بس لازم نقبل ده ولازم نلعب ولازم الهدف ان احنا نكسب ونحقق 3 نقط. طيب ختاما، انتوا شفتوا الكره الجميله وزياده في الانتاج وصلت لفين، ويا رب ان شاء الله تزيد، لكن عايز اقول لكم 3 اخبار ورجاء. الخبر الاول، بكره مجلس الاداره ان شاء الله الساعه 2 الظهر هيعمل يعني ما جبتش سيره ضربه الجزاء اللي ضم الاخبار التقليديه. لا هجيب كان لنا ضربه جزاء في الماتش واضحه جدا رمضان صبحي الحلقه الجايه، كشف حساب الحكام من اولها. سواء ما حدث النهارده في مباراه الزمالك والمقاصه او ما حدث في مباراه الاهلي والانتاج. الحلقه الجايه ان شاء الله. لكن زي ما بقول لكم بكره مجلس الاداره هيعقد اجتماع مهم برئاسه الكابتن محمود الخطيب الساعه 2 بعد الظهر. خبر مفرح كمان لجماهير واعضاء النادي الاهلي، هيفتتح الاهلي البوابه الجديده للنادي في مدينه نصر، بوابه على اعلى المواصفات الالكترونيه، مش لمجرد بوابه بيتقدمها النسر الشعار التاريخي للنادي الاهلي اللي هيبقى مبهر جدا ومفرح لكل الاهلاويه، لكن كمان ليها مزايا كبيره جدا البوابه الالكترونيه، ما حدش هيخش النادي الا بالكارنيه. البوابه هتتفتح له الكتروني بالكارنيه، فبالتالي لازم هيجدد كارنيه، الكارنيهات اللي ممكن تكون مش سليمه هتنضبط، تسويقيا كل الناس هتقدر تعرف دخل النادي النهارده قد ايه. بكره افتتاح كبير جدا لبوابه الاهلي الجديده في فرع النادي في مدينه نصر بعد اجتماع مجلس الاداره. الساعه 3 يوم السبت مباراه الاهلي واسوان في اسوان، مباراه الساعه 3 العصر في الصعيد في اقصى الجنوب في ارض الحضارات. ليه الساعه 3؟ لانه استاد اسوان مضاء، رغم انه استاد اسوان مضاء الا انه الناس المسؤولين في نادي اسوان قال لك ما عندناش فلوس ندفع فاتوره الكهرباء، فالمباريات المسائيه مكلفه،
الامل والرجاء من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، ده استاد المحافظه. ليه وزاره الشباب والرياضه مشكوره من بكره تدعم استاد اسوان في تحمل فاتوره الكهرباء، مش مباراه الاهلي بس يا سياده الوزير، كل المباريات. نتمنى انه رحمه بلاعيبه الاهلي ولاعيبه اسوان طوال الموسم، مش ذنب لاعيبه اسوان يلعبوا طول الموسم في ملعبهم بالنهار في الصعيد في اسوان. فنتمنى حل هذه المشكلة ويلعب أسوان مع كل الفرق اللي هتلعبه مساء، لأنه عدم تكافؤ للفرص أنه الأهلي يلعب دلوقتي في عز الظهر الساعة 3 العصر وبقية الفرق تروح تلعب أسوان بعد كده في الشتاء فتلعب في الشمس بقى في الجو الدافي. نتمنى حل هذه المشكلة حفاظا على تكافؤ الفرص وعلى حقوق هذا الفريق الجميل وصحة اللعيبة. صحيح الأهلي في أسوان اختار قائمة زي ما قلت لكم سريعا، يمكن شريف اكرامي ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد ازارو وليد سليمان وايمن اشرف وحسين الشحات وقالوا ديانج والشناوي والسليه وقفشه ومعلول والشيخ ومحمود وحيد واحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن واجايه وجيرالدو وهاني ومصطفى شوبير. مدرب حراس مرمى اجنبي حريص على وجود مصطفى شوبير للي كانوا بيعتبروه مجامله. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا ووطنيا مشرفا لوطنه، وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.